أبنائنا الأعزاء طلاب جامعة جنوب الوادي، أهلا وسهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. وأبدأ كلامي معاكم بإن ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء بإذن الله. طبعا في الفترة الأخيرة الدولة الحمد لله أخذت إجراءها وأخذت قراراتها للحفاظ عليكم، أجلنا الامتحانات والدراسة بقت أونلاين، شيء جميل. خوف البلد علينا وإحنا معاكم متواصلين، وربنا يحفظكم دايما لمصر بإذن الله. ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم، قعدنا في البيت وابتعدنا عن الجامعه له بعض الاثار السلبيه وايضا الاثار الايجابيه. الاثار الايجابيه ان احنا الحمد لله من الاجراءات اللي اتخذتها الدوله اللي هي التباعد الاجتماعي علشان نحافظ عليكم ابنائنا وقاده المستقبل باذن الله. ولكن من الاثار السلبيه ان القعده في البيت قعده، نوم غير منتظم عند الغالبيه من طلابنا الأعزاء المتواصلين معاهم، أكل غير منتظم، قلة حركة. طبعا ده كله احنا عايزين نقول لكم ده خطر جدا على صحتكم. احنا عايزينكم قعدناكم في البيت، ارتحتوا في البيت، دراسة بيت اونلاين، ولكن مش عايزين ترجعوا لنا تاني بمجموعة من المشاكل. طب نعمل ايه احنا وقاعدين في البيت؟ الإجراءات المفترض نتخذها في بيوتنا علشان نحافظ على صحتنا البدنية وصحتنا العقلية وصحتنا الاجتماعية وصحتنا النفسية. طيب نبدأ مع بعض خطوة خطوة. قعدنا في البيت، ارتحنا وخدنا قسط كبير من الراحة. ناس كتير منكم الكسل سيطر عليها، ناس كتير منكم معدل النوم اختلف، ناس كتير منكم الإيقاع الحيوي بتاعها اختلف، ناس كتير منكم بدأت تنام بالنهار وتصحى بالليل، ناس كتير منكم النظام الغذائي بتاعها اختلف، وده خطر كبير جدا. طيب نعمل ايه؟ التباعد الاجتماعي له آثار سلبية أتى على كثير من الطلاب بنواحي سلبية كبيرة. ابتدينا نشعر بالضيق والضجر، ابتدينا نبعد عن بعض، ابتدينا نزعل. ولكن نفكر كويس خالص ان التباعد ده هو لمصلحتنا، لمصلحتكم انتم. احنا كل الهدف منا احنا مش عايزين نوقف عجلة الانتاج، ولكن احنا بناخد اجراءات كتير علشان العجلة تمشي وفي نفس الوقت ما يحصلش اثار سلبية من كوفيد 19. طيب احنا ايه المفترض نعمله احنا وقاعدين في بيوتنا؟ بقدر الامكان ان احنا ناخد قسط كافي من النوم. قسط كافي من النوم، في ناس بتقول انا بنام كتير، لكن انت بتنام بالنهار مش بتنام بالليل. فرق كبير ان انا انام بالليل في الساعات المخصصه للنوم، وله طبعا امور كتير انا مش عايز ادخل معاكم فيها ومش عايز ادخل في تفصيلات اكثر تعقيدا في الموضوع ده، ولكن انا بقول لك نام بالليل من 7 ل 8 ساعات، هو ده الوقت الكافي او الكمية الكافية او الزمن الكافي ان الجسم يقدر يستعيد نشاطه. بالنسبة للتغذية لازم اكل وجبات منتظمة في توقيتات محددة باغذية صحية. برضو انا مش هدخل معاكم ايه هي الاغذية اللي ممكن اكلها في فترة التوقف او في فترة ممكن اقول على الحجر المنزلي او في فترة وجودنا في البيت. في متخصصين كتار ممكن يكلمك واساتذتنا اللي اتكلموا معاكم او سجلوا قبل كده وضحوا لكم ايه الحاجات المفترض اعملها، ولكن انا بركز على حاجه مهمه جدا اللي هو الجانب الرياضي تمام في موضوع وجودنا في المنزل واهميه الرياضه في خلال الفتره دي، وايه علاقه الرياضه بفيروس كوفيد 19 او الجائحه اللي هي هجمت علينا او اللي اتفاجئنا في بيها بشكل كبير واللي هي عملت هزة مجتمعية عندنا. ولكن بعون الله احنا بعلمنا وبتفكيرنا وبثقافتنا هنتجاوز هذه المحنة بإذن الله. من المنطلق ان كوفيد 19 من الفيروسات المعدية ومعدية بشدة. طب ايه علاقة الرياضة بكوفيد 19؟ معروف ان ممارسة التمارينات المعتدلة داخل البيت، وعايزين نقول داخل البيت، في ناس بتقول لك ازاي انا امارس رياضه داخل البيت؟ على فكره انا في اي مكان، انا على السرير ممكن امارس رياضه، انا قاعد على الكرسي ممكن امارس رياضه، انا قاعد على الارض ممكن امارس رياضه، انا واقف في البيت ممكن امارس رياضه. في كثير من التمرينات مش محتاجه مساحات،
مش محتاجة أماكن كبيرة عشان أمارسها. ولكن عايز أقول لحضرتك حاجة، إنك أنت لو مارست رياضة، لو مارست تدريبات بشكل معتدل، ده بيساعد على تقوية جهاز المناعة. ممارسة الرياضة بيساعد الجسم على إفراز كميات كبيرة من كرات الدم البيضاء، وهي المسؤولة وهي الجهاز المناعي أو جهاز الصد الأول ضد الهجمات الفيروسية اللي بتهاجم الجسم. الحاجة التانية إن ممارسة الرياضة بتساعد على تدفق كمية كبيرة من الأكسجين أو كمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين لجميع الأجهزة الحيوية داخل الجسم، مما فيها الكبد، مما فيها الكلى، مما فيها أجهزة كتير مسؤولة على مناعة الجسم. وده شيء مهم جدا، إن عدم الحركة بيترتب عليه أمور كتير خطيرة. بيترتب عليه دم غير متدفق، كمية أكسجين غير كافية بتتدفق للجسم، ده مفيش غير كده، أكل غير منتظم مع تكون أو تراكم كمية كبيرة من الدهون على الجسم. دخلنا في أمور تانية كتير، دخلنا الجسم بقى مؤهل أنه يستقبل فيروس، بقى مؤهل أن الفيروس ممكن يسيطر عليه. لا ده مش كده وبس، لا ده حتى لو ما تصبناش بالفيروس ده احنا هنصاب بأمراض تانية المتعلقة بزيادة السمنة. زيادة السمنة لها أمراض كتير متعلقة بيها. احنا مش عايزين نرجع لكلياتنا تاني، مش عايزين نرجع لأعمالنا، مش عايزين نرجع لمعاملنا، مش عايزين نرجع للصلاة بتاعتنا أو الملاعب بتاعتنا وإحنا عندنا مجموعة من المشاكل. أنا بقول نرجوكم شبابنا، نرجوكم ظهور المستقبل، نرجوكم انتوا القادة اللي هنعتمد عليهم مستقبليا، البلد هتقوم على سواعدكم انتوا، احنا بنحافظ عليكم بقدر الامكان، نحافظ على نفسنا بقدر الامكان، ناكل كويس بقدر الامكان، نتحرك. احنا مش بنقول ان الرياضة تتطلب متخصصين في البيوت علشان نقدر نمارسها، لا انا بقول لك تحرك، تحرك في اي مكان في البيت، حرك جميع اجزاء جسمك، تحرك بشكل طبيعي، ما تقعدش، ما تركنش للكسل. تستخدم التلفزيون ياريت، بلاش الريموت، روح للتلفزيون بنفسك وحركه بنفسك. ياريت في البيت ما تطلبش الحاجة تيجي لغاية عندك، ياريت حاول بقدر الإمكان اقضي حاجتك بنفسك، روح هات كوباية المية بنفسك، روح اتحرك في البيت بنفسك، اتحرك في الشقة بنفسك. مش هنقول لك اتحبس في البيت، اتحرك، انزل الشارع، ولكن مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. حافظ على نفسك بالتزام الكمامة، خليك لابس الكمامة، روح السوبر ماركت، انزل الشارع، روح ادي حاجتك، ولكن تباعد اجتماعي، التزام بلبس الكمامة، غسيل الايدين، استخدام المطهرات، مع الرياضة، مع الغذاء المنتظم، بعون الله هترجع لنا بإذن الله سالم معافى. وندعو من الله عز وجل ان احنا ربنا يحافظ عليكم ويبعد عنا الوباء، وان شاء الله مصر محروسة بشبابها، محروسة بيكم، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده نشوفكم في احسن حال، والحياة ترجع لطبيعتها، ومصر ترجع لطبيعتها، وبعون الله احنا معاكم متواصلين، مش هنسيبكم، انتم موجودين في بيتكم، احنا اللي هنجي لكم. مش شرط ان احنا نجيب خبط على البيت ونقول لك احنا موجودين، لا هنوصل لك باي شكل من الاشكال، عن طريق الكاميرا، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي. والحمد لله ان الدولة المصرية سخرت لدينا كل الوسائل، كل الامكانات اللي احنا نبقى متواصلين مع بعض بالليل او بالنهار. شكرا ليكم وكل سنة طيبين.